عندنا 3 شهور نخدم عليها خدمه هذه معناتها باش خذينا مهاجم في قيمه يونس اللي ان شاء الله معناتها حبينا ديسفيرسي تتنظر فيه باش يعطي الاضافه مع اللاعبين اللي موجودين في ديسفيرسي مع رجوع ادريسا مع انتداب اللاعب الكاميروني ماريوس معناتها ان شاء الله يعطيه اضافه يولي مع ياسين الخنيسي ومع المهاجمين يولي عنده المدرب اكثر شواء باش ينجم يختار اللاعبين اللي يعطيونا اضافه ان شاء الله معناتها يعطي الاضافه للفريق وان شاء الله يا ربي معناتها الاهداف اللي حاطينها واللي رسمينها ننجحوا فيها الناس كل ان شاء الله. سي ناصر كان تقول لنا شنو هي تفاصيل العقد اللاعب هذا ووقتاش باش يكون على ذمه المدرب؟ بالطبيعة وتفاصيل العقد باش يكون من توا على ذمة المدرب لكن تفاصيل العقد هما 2.5 وباش يكون على ذمة المدرب بارتير ان شاء الله من هنا نهار 15 من في الماركاتو هذايا بيان سور. باي نيم زو سنتام جونيينوس بلاير فروم يوغندا اس فيتا كلاب وي هاف كام فروم هاف كام تو سفاكسين تو بلاي ذير فوتبول يس ماي بروفايل. It's like as I've told you, I was born in Kasese. I was born in Uganda from Kasese by 20 years of age. I play from I was playing from AS Vita Club in Congo. My position in the field, I play center forward. My ambition to why I've come to this club. Is to make sure that we win more trophies, we promote the team has a AS Faxen, win Champions League trophy and other trophies. When you talk about Faxen, it's a good club, as I played against it. In Champions League semi-finals, it was a hard game, good game. Sfaxen showed us a good game, and unfortunately, we are lucky by winning them 2-1. Also, me scoring them a goal, which took us to the final. My message to my fans is all about God, but as I'm a footballer. So do you center forward, my work is to score goals. And I make sure, since I believe in God, I will score goals for AS Faxen fans to make them happy.